خير يا جونيور، عاملين ايه؟ جونيور 2 يا رب تكونوا موجودين بخير. النهارده ان شاء الله باذن الله هنبدا المراجعه بتاع جونيور 2 اللي موجوده في البوكلت، اخر البوكلت. تعال نشوف هنا عندنا اول سؤال في المراجعه هي ايه في البوكلت، بيقول لي سين واحد، ما هي اعظم ايه في القران الكريم؟ اعظم ايه احنا اخذناها في اول الدراسه واول الكتاب هي ايه؟ ايه اعظم ايه في القران؟ هي ايه الكرسي. ايه ايه؟ آية الكرسي. يلا نكتبها كده مع بعض، آية الكرسي. أعظم آية في القرآن هي آية إيه؟ آية الكرسي. قلنا ليه آية الكرسي؟ لأن فيها صفات رب العالمين. هي صفات إيه؟ رب العالمين. زي إيه؟ الحي القيوم. الحي إيه؟ القيوم. سين اتنين عندنا، ما لذلك من يواظب على قراءة آية الكرسي؟ أنا بقراها كل يوم بعد ما اخلص الصلاه بتاعتي، اقراها وقبل ما انام اقراها. الجزاء بتاعي ايه؟ ربنا هيديني ايه في الاخر؟ هيدخلني ايه؟ هيدخلني الجنه. يبقى الجزاء بتاعنا او الثواب بتاعنا يدخل ايه؟ الجنه. اتفقنا كده؟ نكتب كده ايه مع بعض، يدخل ايه؟ الجنه. تعال شوف بقى عندنا سؤال رقم 3 سين 3، بيقول لنا ضع علامة صح أو غلط أمام العبارات الآتية. رقم 1، يلا نقرأ مع بعض كده يا جنود. الله هو الحي الباقي الذي لا يموت. الحي دي بقى إيه؟ صفة من صفات إيه؟ الله الموجودة في آية إيه؟ الكرسي. يعني كلمة الحي الباقي الذي لا يموت، دي صح ولا غلط؟ هقول تاني، الله هو الحي الباقي الذي لا يموت، صح ولا غلط؟ يا صح، نعمل كده صح. رقم 2، يتطلب مننا ان نكون غير صادقين في اقوالنا وافعالنا. ايه معناه ده؟ ان احنا ما نبقاش ايه صادقين في الكلام اللي احنا بنقوله والافعال اللي احنا بنعملها. ده صح ده؟ لا ده غلط، لازم نبقى صادقين في كل حاجه ان احنا بنعملها. رقم 3 عندنا هنا، الله لا يشق عليه حفظ جميع مخلوقات. لا يشق عليه حفظ جميع مخلوقات، يعني ايه لا يشق دي؟ يعني ما بيتعبش ربنا. ربنا ما بيتعبش، بيحفظنا احنا وبيحفظ كل المخلوقات ايه؟ اللي في العالم كلها. يبقى دي ايه؟ دي صح. لا يشق عليه حفظ جميع ايه؟ مخلوقات. تعال نشوف هنا رقم 4 جايب لنا ايه؟ يتعاقب الليل والنهار بسبب دوران الارض حول الشمس. يتعاقب الليل والنهار بسبب دوران الارض حول الشمس، دي صح ولا غلط؟ يتعاقب ازاي؟ يعني احنا بنشوف بيطلع النهار وبعد كده بيجي الليل، يطلع ايه؟ النهار بعد كده يجي ايه؟ الليل، دي يبقى الاثنين بيتعاقب، يعني ده بيختفي وده بيظهر، صح ولا غلط؟ دي صح. رقم 5، يدرك اصحاب العقول الذكيه قدره الله تعالى في خلقه. ازاي يدرك؟ يعني اصحاب العقول الذكيه الناس الاذكياء بيعرفوا قدره ربنا في خلقه، ان هو ربنا خلق الطيور والحيوانات والكائنات، خلق كل حاجه ايه في العالم كله او في الدنيا ايه كلها. يبقى احنا من احنا لو بنفكر بنعرف قدره ربنا ايه الحاجات اللي هو خلقها، يبقى دي صح. رقم 6، اعطى الله الانسان القدره على سرعة السياره. يعني ربنا اعطى الانسان ان هو يعرف يصنع سياره، يفكر ان هو ازاي يصنعها، يبقى دي صح ولا غلط؟ دي صح، نعمل كده صح. رقم 6، رقم 7، خلق الله سماء ذات ايه؟ نجوم، وخلق رياحا، وخلق ايه؟ غيوم. في النشيد اللي احنا قلنا ايه؟ نفهمه ونعرف ان ربنا خلق ايه؟ خلق الانسان في
ربنا، يبقى ربنا خلق الانسان او استخلفه في الارض عشان يعمر الارض فيها يعمل حاجات كويسه او يعبد ربنا، دي صح. رقم 10، يختلف البشر في شكلهم ولونهم ولغتهم وصفاتهم. البشر اللي هم الناس، الانسان، البشر دول شكلهم هيبقى مختلف، مش كلنا شكلنا زي بعض، ولونهم برضه مختلف، في الابيض وفي الاسود. لغتهم، اللغه احنا بنتكلم عربي، دي بنتكلم انجلش، دي هندي، اللغات كلها ايه مختلفه. وصفاتهم، في صفات واحد عنده صفات كويسه وصفات ايه مش كويسه. يبقى البشر دي الناس بتختلف ولا لا؟ بتختلف، يبقى دي صح. رقم 11، يفضل بعض الناس بعضا من طاقه. ايه معناه الكلام ده؟ ان احنا انسان افضل من الثاني، يعني احسن من الثاني بالتقوى، اللي هي ايه؟ هي عباده الله، في الصلاه والصوم والزكاه، كل حاجه كويسه ربنا ايه بيحبها. احنا بنتفضل عن بعض ان ده احسن من ده في الحاجه دي. يعني في حد انا بصلي، زميلي التاني مش بيصلي، طب انا بصوم، في واحد تاني مش بيصوم، انا بطلع صدقه، بطلع زكاه، التاني مش بيطلع، يبقى انا ايه؟ افضل منه ان انا بطلع ايه؟ الحاجه دي، بطلع الحاجه ايه؟ دي. يبقى الناس ايه؟ متساويين مع بعض بالتقوى ولا مختلفين؟ لا مختلفين، بيفضل بعض الناس بعض بالتقوى، دي صح. رقم 12، خلق الله حواء ثم سيدنا ادم عليه السلام. لا، هو ربنا خلق سيدنا ادم الاول، بعد كده ايه؟ حواء. يبقى دي غلط. نقول تاني، رقم 12، خلق الله حواء ثم سيدنا ادم. لا، ربنا خلق سيدنا ايه؟ ادم. دي يبقى ايه؟ دي غلط. دي ايه؟ غلط. هنا تعالي على رقم 13، هنشوف ايه بقى الاسئله ايه بتاعتنا في الصح ولا غلط. رقم 13 بيقول لي ايه؟ اركان الايمان 5، اركان الايمان 5. احنا اخذنا رساله ثانيه اركان الايمان 5؟ لا، هم اركان الاسلام اللي احنا اخذناهم ايه؟ في سنه اولى. هم اركان الايمان اللي عندنا في سنه ثانيه كام؟ 6، هو الايمان بالله، الايمان بالملائكه، الايمان بالكتب، الايمان بالرسل، الايمان باليوم الاخر، الايمان بالقدر خيره وشره. زي ما احنا عندنا هنا كده اهو في البوكلت، زي ايه؟ الرسمه دي، الايمان بالله، الايمان بالملائكه، الايمان بالكتب، الايمان بالرسل، الايمان باليوم الاخر، الايمان بالقدر خيره وشره، دول 6. يبقى هنا رقم 13 دي هنعملها صح ولا غلط؟ في سنه ثانيه دي غلط، ان كان الايمان 6 ودي غلط. رقم 14 بيقول الايمان ثابت عند الانسان، يعني احنا الايمان بتاعنا ثابت، يعني انا مؤمن خلاص. لا، الايمان عندنا مش كل الناس ايه عندها الايمان ثابت. انا ممكن النهارده ايماني بربنا ايه؟ اقوى، انا ثابت على ايماني، بصلي وبصوم، في غيري مش بيصلي ومش بيصوم، يبقى هو الايمان عنده ثابت زي اللي عندي؟ لا، يبقى دي غلط، الايمان مش ثابت عند ايه؟ الانسان. الاعمال الصالحه تتلخص في الصلاه فقط، يعني الاعمال الصالحه يعني الحاجات الكويسه اللي انا بعملها تتلخص يعني موجوده في الصلاه فقط بس؟ لا، موجوده في حاجات كتير، ان انا بصلي، ان انا بطلع الزكاه، بطلع الصدقه، بعامل الناس ايه؟ كويس، مش في الصلاه ايه؟ بس، يبقى دي غلط. رقم 16، الطعام يساعد على القيام بالعبادات. الطعام ان انا اتغذى كويس اقدر ان انا ايه؟ اصلي واصوم واعمل كل حاجه ايه ربنا ايه اللي عليها ايه؟ العبادات، يبقى دي صح. رقم 17، عمارة الأرض تكون بالفساد فيها، عمارة الأرض اللي هي إيه؟ إن الأرض تبقى صالحة، نظيفة، كويسة، مش وحشة، إن أنا أفسد فيها، عمارة الأرض تكون بالفساد فيها، أنا لازم أعمر الأرض بتاعتي تبقى كويسة عشان أقدر أعيش فيها، أروح أفسد فيها؟ لا طبعًا، دي غلط. رقم 18، يجب علينا أن نحافظ على جسمنا فقط، جسمنا بس اللي إحنا بنحافظ عليه بس؟ لا، لازم نحافظ على كل حاجة عندنا، سواء في بيتنا، جسمي، لبسي، كل حاجة لازم أحافظ إيه عليها، ودي برضه غلط. في
يعني في ضرب الأمل أربعة. استمرت الدعوة السرية في مكة 3 سنوات، قعدت كام سنة سرية محدش يعرف بيها غير الرسول وأصحابه، 3 سنوات دي صح. رقم 22، من نواقض الوضوء النوم العميق. الحاجة اللي يبقى وضوئي خلاص فسد، ما ينفعش إن أنا أقوم أصلي، إن أنا لو اتوضيت وصليت الظهر ومستني إن أنا أصلي العصر، رحت نمت نوم عميق، ما ينفعش إن أنا أقوم أصلي العصر. النوم العميق ده بيفسد الوضوء بتاعي، يعني لازم أروح أتوضأ إيه؟ تاني. يبقى دي إيه؟ من نواقض الوضوء النوم العميق صح. رقم 23، الماء الطهور هو الماء الذي يصبح استعماله مرتب. الماء الطهور اللي هو إيه؟ يعني المية النظيفة، الماء النظيف هو الماء الذي يصبح استعماله. استعملته قبل كده؟ لا، المية اللي بستعملها قبل كده مش بتبقى نظيفة وما ينفعش إن أنا أتوضأ إيه؟ بيها. الماء الطهور هو الماء الذي لم يصبح استعماله، هنا ما تجيبليش كلمة لم، هو جيب لي هو الماء الذي يصبح استعماله من قبل. لا دي غلط. دي ايه؟ دي غلط. الماء الطهور هو الماء الذي يصبح استعماله من قبل. لا دي غلط. الماء الطهور ما نستعملهوش ايه؟ قبل كده، تبقى ميه نظيفه عشان نتوضا بيها. تعالى نشوف رقم 24 هنا جايب لي ايش؟ من انواع الماء الطهور ماء البحر، ماء المطر. هنا جبت اتنين برضه ايه صح؟ احنا خدنا ماء النهر، ماء العين، ماء ايه؟ الماء، وماء البحر، وماء ايه؟ المطر دي ايه؟ وماء النهر، كلها ماء الطهور. رقم 25، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب 27 درجة، صح ولا غلط؟ دي صح. الحديث اللي ايه؟ اللي عندنا قلنا نفهم معناه، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب 27 درجة، صح. يعني لما أنا بصلي الجماعة باخد 27 حسنة. رقم 26، أنزل الله القرآن الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صح. آخر كتاب نزل هو القرآن الكريم، وآخر نبي أرسله الله هو إيه؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإحنا أخذناه من سنة تانية، قلنا التوراة ربنا أنزلها على مين؟ قلنا هنحفظهم إزاي؟ قلنا التوراة فيها وين؟ يبقى ربنا أنزلها على سيدنا مين؟ موسى عليه السلام. فيها ايه؟ واو. قلنا الانجيل ربنا انزله على مين؟ نفتكر كده حفظناها ازاي؟ الانجيل ربنا انزله على مين؟ قلنا الانجيل فيها ياء هنا تحتها نقطتين، وتبقى نزلت على سيدنا عيسى في ياء تحتها ايه؟ نقطتين. يبقى الانجيل نزل على سيدنا عيسى، والتوراة نزل على سيدنا ايه؟ موسى. طب القرآن الكريم نزل على سيدنا مين؟ آخر كتاب نزل، وآخر نبي ربنا أرسله، مفيش نبي إيه؟ بعد القرآن الكريم بقى نزل على مين؟ تعالى نشوف هنا. القرآن الكريم نزل على سيدنا مين؟ إحنا قلنا الكريم فيها إيه؟ فيها مين؟ الكريم فيها إيه؟ مين؟ وسيدنا محمد فيها إيه؟ مين؟ أهي. شايفين كده؟ يبقى التوراة اللي نحفظها كده فيها واو، ونزل على سيدنا موسى فيها إيه؟ واو. الإنجيل نزل على سيدنا عيسى، قلنا الإنجيل فيها ياء تحتها نقطتين، وعيسى فيها ياء تحتها إيه؟ نقطتين. القرآن الكريم هو آخر كتاب وآخر نبي صلى الله عليه وسلم ربنا إيه؟ أنزله أو أرسله سيدنا إيه؟ محمد. قلنا الكريم فيها مين؟ ومحمد فيها إيه؟ مين؟ تعال نرجع بقى للسؤال بتاعنا هنا، بيقول لنا إيه رقم 26؟ أنزل الله القرآن الكريم على سيدنا محمد، صح. أنزل الله التوراة على سيدنا عيسى، فكر بقى صح ولا غلط؟ التوراة ربنا أنزلها على سيدنا عيسى؟ لا، هنا التوراة إحنا قلنا فيها إيه؟ فيها واو، وعيسى هنا؟ لا، يبقى دي غلط. مش التوراة إحنا قلنا هنا إيه؟ نزلت على سيدنا موسى، التوراة فيها واو وموسى فيها إيه؟ واو. رقم 27 عندنا غلط. رقم 28، الله يرزق كل المخلوقات. الله يرزق كل المخلوقات. ربنا رزق كل المخلوقات اللي في العالم؟ قلنا ربنا رزق الانسان بالسمع والبصر بالصحة والمال، وكل حاجة عند الانسان من نعم ربنا، ده رزق ربنا ايه عطاها. يبقى 28 دي صح، ربنا يرزق كل المخلوقات صح. رقم 29، أرسل الله سيدنا صالح إلى الطويل الثامود، صح. المعجزة اللي كانت مع سيدنا صالح ايه؟ اللي ربنا بعتها مع سيدنا صالح هي الناقة اللي ربنا سيدنا صالح أمر ايه؟ القوم اللي هم ايه؟ يسيبوها تشرب من الماء، بس هم ايه؟ ما سمعوش كلامه، وراح
30 يجب علينا مشاركة الأهل في السراء فقط. في السراء احنا قلنا ايه؟ في قصة السراء والضراء. السراء قلنا الأفراح، الحاجات الكويسة. الضراء يعني الحاجات ايه؟ الحزينة مش كويسة عن الأحزان. أنا أشارك أهلي بس في السراء في الأفراح الحاجة الكويسة بس، ولو في حاجة وحشة ما أشاركش معاها؟ لا دي غلط، لازم أشاركهم ايه؟ في الاتنين، في السراء وفي الضراء. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام. فاكرين احنا اخدنا في سنة أولى أركان الإسلام كام؟ 5. الزكاة طيب الركن الثالث ولا الركن الكام بقى؟ فاكرين صوابع إيدينا اللي احنا لبسنا فيهم النشاط اللي عملناه؟ تعالوا نشوف كده النشاط معانا أهو، أفكركم بيه. أنا هنلبس إزاي صوابع إيدينا؟ أدي الشهادتين أهي. دي أول حاجة هنلبسها إيه كده؟ بعد الشهادتين نبي الصلاة أهي. بعد كده الزكاة. بعد كده الصوم. بعد كده ايه؟ الحاج فاكرين النشاط ده احنا عملناه في سنة أولى. أركان الإسلام 5: الشهادتين، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج. هنا الزكاة بقى الركن الكام فيهم؟ الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس؟ الزكاة هي الركن ايه؟ الثالث. تعال نرجع بقى للسؤال بتاعنا كده. بيقول لنا هي الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، دي صح. الكلمة الطيبة صدقة، عندما بنقول لحد الكلمة كويسة أي حد ربنا بيدينا عليها صدقة أو صدقة أو حسنة، ده صح. والتبسم في وجه أخيك صدقة برضه صح. أخش الأذى من الطريق ربنا بيدينا عليه حسنات، وده صدقة معناها صح. خير الناس عن فحل الناس. احنا شفنا مريم واخوها ايه عمر، خلت الناس انفعهم للناس ازاي؟ يعني شفنا ساعة الملابس بتاعتهم بتاعت الشتاء ضاقت عليهم، اقترحوا على بعض ان هم ايه؟ يتبرعوا بيها ايه؟ الناس تاني، يعني خير الناس انفعهم للناس. يعني ايه فريدة وعمر او مريم وايه وعمر؟ هما الاثنين ايه؟ دول اللي هما كويسين، خلوا الناس تنتفع ايه بالحاجات ايه بتاعتهم، يعني اللبس بتاعهم خلوا فيه اطفال تاني استفاد ايه منه. وشفناهم هما ماشيين في الشارع ساعدوا ست كبيره شايله ايه؟ جايب خضار ومسكت ايدها، اخدوا منها الخضار واخدوا منها الحاجات ووصلوها ايه؟ للبيت. وفي راجل كفيف كده يعني ما بيشوفش اعمى، ساعدوه ان هو ايه؟ باباهم هو اللي ساعده ان هو يعبر ايه؟ الشارع او الطريق. يبقى خير الناس انفعهم للناس ان انا افيد ايه؟ غيري. انا بعمل خير يبقى لازم ان انا افيد ايه؟ غيري. يبقى خير الناس انفعهم للناس، صح ولا غلط؟ صح. ده الصح والغلط عندنا يا يونيور 2 في البوبليت. ويا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالفيديو بتاع النهارده، وان شاء الله نكمل ايه الحصه الجايه المراجعه ايه الثانيه بتاعت ايه الاختيار ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.